روسيا راح توقف المساعدات بشكل كامل عن المخيم. معناته سبحان الله، طيبين خاصي فعلا. انا من احد الناس اقرا الفاتحه سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام واشرب سمن صح يا الله تف. انا رايح لك، مالي غير هيك خالص. وقفني انا من دريد الموت، بريد بطن الارض مالي ظهرها، يا عيش بكرامه يا موت بكرامه. الموت طلعت بالثوره نقول الموت ولا المذله. توقف المساعده كانها خاصين، يعني خاصين انتهينا موقف المساعده عندنا خاصين. هم يموتونا، هم يموتونا خاصين ميتين واحنا طيبين. يعني روسيا ما قتلته بغزايف او بصواريخ، قتلوه بالجوع. اذا توقفت تموت من الجوع، ما عندي شيء اعيشهم. اذا صار لي فعل هذا صغير ما عاد اقدر اشتغل فعل واعيشهم. كنت اشتغل حز ما عاد اقدر اشتغل. اذا ما صارت المساعدات مين بدي اعيش؟ ما غير الله. اذا صارت المساعدات تعيش، ما صارت لي ان نموت من الجوع. وهذول الصغار هذا كل يوم بدي ب 20 ليره حق حليب بس لحاله، بس هذا لحاله من عاد حفظاته بس حليب كل يوم ب 20 ليره. جوزي ما اشتغلنا عندي شيء اصرف عليهم ضحك. عندي هذا معالج حب ما قدرت اخذه على الدكتور وعنجه. انا من الغاب وجوزي ما اعتقل وعندي 4 اولاد. عندي هذا صغير معاق وصار لي 3 سنين ناسحة. حالتي بالويل، يوم اكل 10 ما اكل. عم تجينا هالسلة كل شهر مرة، شهر بناكلها وشهر نبيعها نشتري بها اغراض. تعرف انت شغلة لها البيت يعني دواء. انا زلمة مريض عامل عملية من مفصل رجلي وهذا وضعنا.